أولا أشكر الحضور الكريم على تعنيهم المشقة خاصة في هذا الوقت، وأشكر لهم الحقيقة عموما سواء صحف أو قنوات أو غيرها كذلك من وسائل التواصل الاجتماعي على حسن تغطيتهم لأنشطة المركز وتواصلهم الدائم الحقيقة مع المركز. كما أشكر زملائي في البداية على الحقيقة حسن التحضير لهذا اللقاء. لعلنا نلاحظ من خلال هذه الشريحة أن إجمالي المشاريع التي قام بها المركز أو قام بتنفيذها المركز حتى الآن بلغ 308 مشروع بإجمالي عدد شركاء 119 شريك، والتكلفة الإجمالية تجاوزت 967 مليون دولار. توزعت هذه المشاريع على كل قطاعات العمل الإنساني. كان هناك 136 مشروع في الأمن الغذائي، 85 مشروع في الصحة. التكلفة الإجمالية للأمن الغذائي كانت 258 مليون دولار، أما الصحة فتجاوزت 304 مليون دولار. وكذلك التعليم والقطاعات المتعددة والمياه والصاحبية. ولعل نلحظ في هذه الشريحة وفي هذا العرض أن الحقيقة أن الصحة كانت أولوية كبرى في منظومة مشاريع المركز، ثم تبعها بعد ذلك الأمن الغذائي، وهذا حقيقة نبني على الاحتياج الإنساني في شتى الدول التي عمل فيها المركز. إجمالي المشاريع في اليمن بلغت 175 مشروعا، عدد الشركاء تقريبا 77 شريكا، وتكلفة إجمالية أكثر من 821 مليون دولار. توزعت هذه المشاريع على كل قطاعات التدخل الإنساني أو العمل الإنساني. كان الصحة نصيب الأكبر بواقع 290 مليون دولار، ثم تبعها بعد ذلك الأمن الغذائي بواقع أكثر من 195 مليون دولار. لعلنا فقط في نشير إشارات هنا أن إجمالي ما تم صرفه في على المشاريع في اليمن شكل ما يقارب 84% من إجمالي النفقات على المشاريع التي نفذها المركز. كان هناك مشاريع في سوريا، في الصومال، في طاجكستان، لكنها بنسبة أقل مقارنة باليمن. استطاع المركز أن يصل إلى 40 دولة خلال فترة قصيرة من عمره من خلال مشاريع عدة، لكن المركز على أهم المشاريع في هذا الموجز. بالتعاون مع التحالف وخلية الإجزاء تحديداً، استطعنا أن نوصل المساعدات من خلال آلية للتعاون لمنح التصاريح، والتي تجاوزت منذ بدء الأزمة حتى الآن 7590 تصريحاً جوياً، 2749 تصريحاً بحرياً، 880 تصريحاً برياً، وكذلك هناك طلبات للحماية تجاوزت 6000 تقريباً طلب. الجدير بالذكر أن عدد من تم إجراءهم من الرعاية من إجمالي 85 دولة من اليمن 364,695 شخصاً، وكل هذا طبعاً كما ذكرنا هو بالتنسيق وبالتسهيلات التي يقدمها التحالف وخلية الإجراء تحديداً. نأخذ على سبيل المثال التصاريح الأخيرة فقط في الأسبوع الأخير وكميات المواد التي دخلت اليمن. التصاريح الجوية 37 تصريحا، التصاريح البحرية الصادرة من خلية الإجلاء تجاوزت 20 تصريحا، إجمالي ما تم إدخاله من خلال الموانئ 7677 طن المواد الغذائية، مشتقات النفطية حوالي 56,919 طن. أما التصاريح البرية الصادرة من خلية الإجلاء من خلال منفذ الوديعة فقد كانت 4 تصاريح شملت 6184 طنا من المواد الغذائية. نؤكد أن 16 منفذا سواء كان بريا أو جويا أو بحريا تعمل بطاقتها الكاملة، ويسمح للمرور خلالها بضائع تجارية وكذلك المساعدات الإنسانية. هذه المنافذ تغطي جميع أنحاء اليمن ولا تقتصر الحقيقة على منطقة معينة دون الأخرى، وهذا بالتنسيق مع كما ذكرنا مع خلية الإجلاء وقوات التحالف
أدى بحمد الله عز وجل هذا التنسيق إلى تفعيل كثير من الموانئ، خاصة الموانئ التي تم السيطرة عليها أو رجوعها إلى الحكومة الشرعية. أريد أن أتكلم حاليا عن أو في الشريحتين أو القادمتين عن أهم التحديات التي واجهت العمل الإنساني في عام 2017، وهذا ما أسميه الحصاد المر. للأسف ما تم من إبريل 2015 إلى ديسمبر 2017 تم الحقيقة تعطيل ما إجمالية 65 سفينة إغاثية في مينائي الحديدة والصليف. تم كذلك تعطيل أو الاستيلاء أو إعادة تحويل مسار أكثر من 567 قافلة إغاثية، ونعني بالقافلة هي عدة شاحنات. خلال الأربع الأشهر الأخيرة حاولنا نحصر في هذا الجدول بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة اليمنية، حاولنا أن نحصر مجموع التجاوزات والتي الحقيقة شملت بمجملها من خلال هذا الجدول عدة جهات، ليس فقط مساعدات مركز الملك سلمان ولا مساعدات حقيقة دول مجلس التعاون الخليجي، إنما شملت منظمات أممية مثل حماية الطفولة، مثل برنامج الأغذية العالمي، مثل منظمة اليونيسف، وكذلك برنامج الأغذية العالمي. هذا يدل على أن هناك استهداف الحقيقة للمساعدات الإنسانية بغض النظر عن المصدر. قدم مركز الملك سلمان لغاثة والعمل الإنسانية مشروعا نوعيا رائدا الحقيقة، وقدم عدة مشاريع قبل ذلك في مجال دعم الأمومة والطفولة أو الفئات الأكثر ضعفا. شارك المركز في عدة لقاءات الحقيقة لأجل التخطيط وكذلك التدخل ببرامج تستهدف الفئات الأكثر ضعفا. من المشاريع الرائدة التي قدمها المركز هو مشروع تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، والذي استهدف أكثر من 2000 طفل ودخل في مرحلته الثالثة. نفذ المشروع أكثر من 116 مشروعا خلال السنتين الماضيتين بمبلغ إجمالي قدره أكثر من 262 مليون دولار في قطاع التعليم والحماية والتعافي المبكر. هذه المشاريع كما ذكرنا استهدفت فئات الأكثر ضعفا ومن أهمها الأطفال. من خلال التقارير التي ذكرتها منظمات المجتمع المدني اليمنية، أفادت هذه التقارير أن الميليشيا الإنقلابية خلال النصف الأول من العام الماضي جندت حوالي 568 طفلا دون 18. مول المركز مشروع الأمومة والطفولة والذي قدم خدمات في ثمان محافظات يمنية في شبا والضالع وتعز والبيضة وصعدة والحديدة ولحج وحجة عن طريق 68 مركزا في تلك المحافظات. كذلك في ظل حقيقة محاولة المركز إيصال المساعدات لكل مناطق اليمن، أرسلت طائرتين محملتين بالمساعدات الإغاثية إلى محافظة المهرة عبر مطار الغيضة. ويشكر المركز بهذه المناسبة قوات التحالف التي أعادت تشغيل هذا المطار وسهلت وصول المساعدات إلى تلك المحافظة. استجاب المركز بصورة سريعة وفورية ومنظمة كذلك الاحتياج الإنساني في المناطق المحررة حديثا باليمن، إذ نجحت فرق المركز في إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق المحررة حديثا في أكثر من منطقة، ومن أهمها منطقتي الهاملي وعسيلان. وما زال الحمد لله ما زالت هذه البرامج مستمرة لتتابع عملية التحرير لكثير من المحافظات وسد الاحتياج بأسرع ما يمكن. أقصد بالاحتياج احتياج الإنساني. لعلنا نتكلم باختصار عن وباء الكوليرا، وأحببت أن أزودكم بوثائق الحقيقة تؤكد ما نقول، وهو أن وباء الكوليرا في مرحلة تراجع كبير جدا، خاصة تلك الحالات التي نسميها حالات المشتبه فيها. وبحمد الله عز وجل كان هناك كما هو واضح في التقرير صفر حالة وفيات في تاريخ هذا التقرير اللي هو 29 ديسمبر. وتكرر هذا التقرير، طبعا هذا التقرير هو يصدر تلقائيا من صنعاء من ما يسمونه برنامج الإلكتروني للترصد الوبائي. عدد الحالات التي أثبتت مخبريا بأنها حالات كوليرا
لم تتجاوز 1094 حالة. فهذه رسالة للمنظمات الحقيقة، ورسالة لمن ما زال يصر على أن هناك مليون حالة كوليرا في اليمن. نقول أن الوثائق الحقيقة لا تدعم ما يقولونه. بحمد الله عز وجل، الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، لأن المنظمات جميعها تستخدم موظفي وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، هذه الجهود بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية وكذلك المحلية وكذلك جهود مركز الملك سلمان أدت بحمد الله عز وجل إلى تراجع وتناقص كبير جدا كما ذكرنا في الحالات المشتبه فيها، فضلا عن وصول إجمالي الحالات حالات الوفيات إلى الصفر. أريد أن أذكر هنا أن عدد من المنظمات أغلقت عياداتها المخصصة للكشف عن الكوليرا في مختلف محافظات اليمن. هذا النص اللي نقلته كما هو نص من مركز عمليات الطوارئ تقرير وضع الاستجابة للكوليرا. فالحقيقة الإغلاق كان على مستوى جميع المحافظات في اليمن، وهذا مؤشر كبير جدا لانحسار وباء الكوليرا في اليمن. هناك تشير بعض التقارير إلى وجود حديثا بعض حالات الدفتريا، ونحن نتابع التقارير التي تنشر عن هذا المرض، والمركز الآن في مرحلة الانتهاء من إعداد مشروع يدعم اللقاحات الروتينية ومنها لقاح الدفتريا بمبلغ إجمالي 4 مليون دولار مع اليونيسف، ولعل هذا بإذن الله عز وجل يكون عامل كبير جدا في محاولة احتواء الحالات التي بدأت بالظهور. أريد أن أستعرض معكم الآن بعض التحديات التي تواجه العمل الإنساني. حرص المركز على اللامركزية في العمل الإنساني داخل اليمن، ولذلك وجه النداء إلى المنظمات الدولية بضرورة توسيع رقعة الانتشار بين 5 محافظات يمنية وعدم التمركز في صنعاء فقط. تابع المركز وبقلق شديد تقارير التي تشير إلى اضطرار منظمات دولية إلى إجلاء موظفيها بعد تزايد المخاوف الأمنية في صنعاء وسط تنامي عمليات تصفية المعارضين للميليشيات والاشتباكات المسلحة، مما يؤكد أهمية ما توجه له المركز، أهمية تواجد مكاتب للمنظمات الدولية في محافظات مختلفة في المحافظات المختلفة في اليمن لضمان استمرارية العمل. للأسف حصل هناك تخفيض لعدد كبير جدا من موظفي هذه المكاتب، تم إجلاء كثير من الموظفين من هذه المكاتب، وتم تعطيل العمل شبه بالكامل حقيقة أسابيع عند حدة الاشتباكات في الداخل اليمن. كنا وما زلنا نقول أن اللامركزية وانتشار المكاتب المنظمات في شتى أنحاء اليمن سوف يعطي نوع أولا قرب للمحتاج، تخطيط أفضل، تنفيذ ومتابعة ومراقبة أفضل، وكذلك هناك ناحية وألا وهي تقليل من نسبة المخاطر أو الإغلاق. يتابع المركز التقارير المتداولة والتي أشارت إلى اقتحام المدارس ودور تجمع الأطفال لهدف تجنيدهم والزج بهم في ساحات الصراع، ويدعو المركز المنظمات الإنسانية العاملة باليمن إلى رصد هذه الانتهاكات وإعداد تقارير حولها واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحد من هذه الانتهاكات. وكان آخرها بعض ما تداوله الناشطون الحقوقيين على تويتر حقيقة من اقتحام أحد دور الأيتام في صنعاء واقتياد من في سن 14 و15 إلى مراكز التجنيد للحوثيين. نحن نأمل أن يكون هناك رصد لمثل هذه الحالات، متابعة، وأن تكون هناك تقارير محايدة تصف مثل هذه الانتهاكات. تفرض الميليشيات حصارا على بعض المناطق في اليمن مثل تعز وصنعاء مانعة وصول المساعدات الإغاثية والبضائع التجارية إليها، ونحن نناشد الأمم المتحدة والمنظمات العاملة أن تعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحاصرة هناك. أما فيما يتعلق بالتحديات بالعمل الإنساني خارج اليمن، نتابع بمنتهى الأسى ما يواجهه المدنيون في منطقة الغوطة ومحافظة إدلب وريف حماة من قصف متعمد أدى إلى تهجير ما لا يقل عن 75 ألف مدني إلى العراء، ويسعى المركز حاليا إلى تنفيذ برامج إغاثة عاجلة في تلك المناطق من خلال الشركاء. أقام المركز عدد من المشاريع في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش شملت قطاعات الغذاء والإيواء للاجئين روهينجا، وسوف يوقع المركز عددا من المشاريع في قطاع الصحة والمياه والإصحاح البيئي.
يسعى المركز إلى الانتهاء من دراسة الوضع الإنساني في العراق، وسيبدأ قريبا تنفيذ عدد من المشاريع في المناطق المحتاجة. انتهى الموجز، شكرا لكم.